الجزائر، المغرب هتلاعب غينيا، نيجيريا هتلاعب أوغندا، الكاميرون هتلاعب مالي، تونس هتلاعب كوت ديفوار، السنغال هتلاعب أنغولا، غينيا هتلاعب غانا، ومصر هتلاعب جنوب أفريقيا. الكونغو تتخطى الجزائر وتلاعب المغرب اللي هيتخطى غينيا، نيجيريا هتلاعب الكاميرون، تونس هتلاعب السنغال، غانا هتلاعب مصر. ده كان دور الثمانية. دور الأربعة هتكون مصر بتلعب السنغال ونيجيريا بتلعب المغرب. دور النهائي ماتش الختام هتكون مصر بتلعب المغرب، وإن شاء الله بإذن الله يكون مصر البطل اللي إن شاء الله.